السنة 65 لأضخم مهرجان سينمائي في أوروبا. تابعوا معنا في آفاق. معايير التحكيم وصعوبة انتقاء الأفلام مع أليكس باين عضو لجنة التحكيم في مهرجان كان. الحكومة الفرنسية تضع التراث الفرنسي وإمكانات وزارة الدفاع في خدمة إنتاج الأفلام السينمائية. أفلام من إثيوبيا تدخل كان بفضل مبادرة جمعية لدعم المخرجين من الدول النامية. كثيرون يمرون من هنا، ولكن الفائزين بالصحف الذهبية قلائل. فما هي معايير التحكيم، وما الذي يميز كان عن غيره من المهرجانات السينمائية العالمية؟ إن لهذا المهرجان نكهة خاصة نظرا لشهرته وشعبيته لدى الفرنسيين ومحبتهم للسينما. ما يميز المشاركة في لجنة تحكيم لأي مهرجان وتحديدا لمهرجان كان هو أننا نقوم بحضور 22 فيلما، حيث نشعر بنبض السينما العالمية، وكأننا نأخذ لمحة من السينما العالمية ونأخذ لمحة عن الثقافة في العالم. لذا من الممتع جدا وجودي هنا. الحقيقة هي أنه عندما تكون جزءا من لجنة تحكيم وخاصة في مهرجان كان، يجب أن تكون صارما للغاية ودقيقا خصوصا بأمور السينما، ويجب أن تكون منعزلا عن أي ضغوط سياسية أو تجارية أو أي شيء آخر. لذا فهو أمر جدي للغاية. الإنسان يحب المنافسة والتحدي، وربما يضم ذلك بعض الإيجابيات التي تساعد. بالنسبة لي أعتقد بأنه أمر مسلي، ومن المؤكد بأن البعض يعتبرها مهنة عملية، إلا أنه إذا كان هناك كتاب واحد أو فيلم واحد الذي يعتقد الناس بأنه رائع فلا مانع من دعمه، إلا أنني في المجمل متمسك برأيي، حيث أن عملية الاختيار هي عملية جميلة جدا، حيث أننا نقيم 22 فيلما وجميعهم جيد، من الضروري تصنيفهم والحكم عليهم. هو ليس كسباق، فهو يعتمد على مسألة الذوق من قبل أشخاص. عند إنتاج أي فيلم هناك ثلاثة عناصر مهمة: كتابة النص والإخراج للممثلين والتصوير، بالإضافة إلى المونتاج. إنني أهتم بكتابة النص، إلا أنه لا ينفصل عن الإخراج، حيث أنه التصور الأولي للفيلم، وهو بحد ذاته صناعة للفيلم، فهو بمثابة جذور الفيلم. على سبيل المثال، عند بناء بناية ما تبدأ بتصميم المخطط الأولي الذي يختلف تماما عن شكل البناية النهائي، إلا أنني أعمل على كليهما. مهرجان كان ليس فقط مسرحاً للمتميزين، بل نقطة انطلاق للمبتدئين. مخرج من بورتوريكو أطلق مشروعاً لمساعدة مخرجين من أفريقيا ودول نامية على دخول سوق السينما العالمية.
نحن منظمة مقرها إمارة موناكو نشأت قبل 6 سنوات. تركيزنا على التثقيف السينمائي في الاقتصاديات الناشئة. انصب تركيزنا في السنوات الأربع الماضية على إثيوبيا، وهذه هي المرة الثانية التي نستقدم فيها 3 من صانعي أفلام إثيوبيين إلى مهرجان كان السينمائي. الهدف من استخدام صانعي الأفلام من إثيوبيا هو صقل خبراتهم وجمعهم مع صانعي أفلام من العالم، وهو أمر ما كانوا ليقدروا على تحقيقه. هناك عدد كبير من المواهب في إثيوبيا، مما صعب علينا مهمة اختيار هؤلاء 3. جعلناهم يملؤون استمارة يخبرون فيها كيف سيتصرفون في مهرجان كان وماذا سيفعلون. 3 الذين استخدمناهم يتمتعون بالخبرة لكن بمستويات متفاوتة. كانت بداياتنا صعبة، فاتهم موعد الطائرة وعلقوا في أديس أبابا ل24 ساعة، واعترضتنا مشكلات أخرى عديدة، وربما هذا ما جعلها تجربة ممتعة في النهاية. In Ethiopia, we do everything, you know, just by looking at movies or by. في إثيوبيا نفعل كل شيء، مثلاً عبر مشاهدة أعمال أخرى أو القراءة عنها. ليس لدينا أي فهم حقيقي لكيفية صناعة الأفلام على مستوى أكبر. لقد تعلمنا هنا كيف نتصل بالموزعين والمنتجين على مستوى احترافي. إنها لفرصة جيدة أن أكون في هذا المنتدى. المشاركة في حدث مثل مهرجان كان تعطينا فرصة للتواصل مع منتجين ومخرجين ومهتمين بتمويل أو دعم صانعي أفلام ناشئين مثلنا. إنها فرصة أن نلتقي أمثالهم وأن نتبادل الأفكار معهم. وأتمنى أن أتعرف على منتجين قادرين على أخذ المشاريع إلى مستوى أعلى. Filmmakers or producers so that I can take my projects to a higher level. What we're going to talk about right now are lookbooks, and a lookbook is something. ما نتحدث عنه الآن هو كتيبات، وهي كتيبات تفيد سواء كنت في منتصف مشروع أو في بداية مشروع أو في مرحلة الكتابة أو حتى في مرحلة ما بعد الإنتاج. يجب أن تزود الآخرين بشيء ملموس بشكل مادي. كتيب جميل الطباعة وسهل القراءة، وهو يحتوي على معلومات أساسية مثل عنوان الفيلم بسطر واحد وفقرة عن ملخص الفيلم. The purpose of the workshops is first to give them skills that. نحاول تعليمهم كيفية تقديم المعلومات المهنية عنهم خلال فترة قصيرة. فهناك فارق بين الجلوس في لقاء وبين الدردشة في حفلة. فقد يكون لديك 3 دقائق فقط لتحصيل كمية المعلومات التي تحتاجها وإخراج بطاقتك وتقديمها لذلك الشخص. هذا ما ركزت عليه اليوم، وغدا سنتناول عملية التوزيع والحصول على تمويل وكيفية التحضير لمهرجان سينمائي والجدوى الاقتصادية من هذه الصناعة، وأيضا كيف تقدم نفسك بدقيقة واحدة وما هي الخطوات التي تتبعها. تفاجأت أنا شخصيا بمدى جهوزية هؤلاء الشباب. This is the first day I have been here. So. اليوم هو يومي الأول هنا، حيث أنه منذ لحظة دخولي إلى المهرجان بدأت عملية التعلم، وأعتقد أننا بدأنا بمناقشة مفيدة مع ماركو، وأتمنى أن تكون جميع اللحظات التي سأقضيها هنا مفيدة وتعليمية مثل مساء هذا اليوم. Well, the first thing is. أعتقد أن الصعوبة تكمن في دخول الأفلام من الدول النامية كدولة إثيوبيا إلى سوق الأفلام العالمية، حيث أنه خلال السنوات 6 أو 7 الأخيرة أصبح لدينا قدرات جيدة لإنتاج الأفلام، لذا نسعى جاهدين لتوصيل أفلامنا إلى الجمهور العالمي. لذا أظن أن التحدي الأكبر هو فهم كيفية الدخول، حيث أنه يوجد لدينا جمهور محلي جيد.
إلا أنه من الواجب أن نتطلع إلى جلب الأنظار لأفلامنا لتدخل إلى سوق الأفلام العالمي. لذا أعتقد أن المشاركة في هذا المهرجان ستتيح لنا الفرصة لتعلم كيفية زيادة الاهتمام في أفلامنا خارج البلاد. That will catch the attention of the international market. Party. There will be people in the industry that are coming from Cannes. There will be actors. We think that what we do is important because نعتقد أن ما نفعله مهم لأن هناك عددا من المؤسسات الأخرى التي تعمل في مجال تطوير الخبرات. فيما نركز نحن على ما نفعله في إثيوبيا، نعمل مع منظمة أخرى اسمها Ethiopian Film Initiative EFI وكشركاء لنا يديرون على الأرض ورشات العمل فيما نمدهم نحن بالتمويل من هنا. حصلنا على نتائج رائعة، عقدنا أكثر من 40 ورشة عمل مختلفة ومولنا أكثر من 6 أفلام بين أفلام قصيرة وروائية ووثائقيات، ونستمر في التوسع. Tonight's evening is الليلة لدينا حفلة في فيلا نوكتيرن. هناك 28 فيلا في موناكو وهذه واحدة منها. أظن أنها ستكون ممتعة، فنحن نقيم حفلة للمخرجين الإثيوبيين والصحفيين في كان والمشاركين والمخرجين وكذلك بيلي زين. It's always stunning to support the IEFTA. I had the pleasure of being here. أنا كنت دائما من الداعمين لمنظمة IEFTA وأنا سعيد بالوجود هنا، وكنت ضيف شرف أثناء تدشين المشروع قبل 6 سنوات وقد عدت الآن. You know, to celebrate emerging talent is, I think, الاحتفاء بالمواهب الصاعدة قد يكون أهم من الاحتفاء بالنجوم في كان قريبا من هنا. ومستقبل السينما يعتمد على هذه الطاقات الصاعدة، خاصة من الدول السائرة في طريق النمو التي لديها أصوات وقصص تستحق أن تحكى. Voices and certainly stories that need to be told. The place where I'm from is far away from civilization. أنا من قرية بعيدة عن التحضر، فتحتاج الطريق منها إلى أديس أبابا 3 أيام. أنا من الرعاة الذين يحتفظون بمواشيهم وينتقلون من مكان إلى آخر. بالنسبة لي أن أكون مخرجا أو منتجا أو صانع أفلام هو شيء مثير للاهتمام. باعتقادي الكاميرا أقوى من السلاح، لأن العديد من الناس تخاف من الكاميرا، خصوصا المسؤولين الرسميين في الحكومات، حيث أنهم يسألون العديد من الأسئلة عند وضعهم أمام عدسة الكاميرا. لذلك برأيي الشخصي الكاميرا هي شيء هام لي ولمجتمعي. وقد قمت بعمل فيلم يدعى إطلاق النار مع مورسي، وقد تم عرضه في جميع أنحاء العالم وحصد جوائز عديدة، وحاليا أنا بصدد إعداد فيلم جديد. And win the many prizes. So now I going to make the new one. تنظيميا نحن جميعا متطوعون، إذ لا نتقاضى أجرا ولدينا مكتب صغير جدا، وحين ندعو أحدهم إلى الغداء نتقاسم الفاتورة. أظننا مجانين لكننا نستمتع بما نفعل. صانعو الأفلام الثلاثة الذين كانوا معنا قبل عامين يديرون الآن أعمالهم الخاصة، ينتجون أفلاما ويوظفون أناسا، وهذا أمر لم يحققوه سابقا، سواء أكنا سببا مباشر أو غير مباشر فيما تمكننا من فعله. نحن فعلا أحدثنا تغييرا، قد يكون تغييرا صغيرا لكنه بأي حال تغيير. تسهيلات كبيرة تقدمها الحكومة الفرنسية لتشجيع السينما، وتتمثل هذه التسهيلات بفتح المباني والقصور الحكومية والأماكن الأثرية لتصوير الأفلام السينمائية.
Effectivement, quelque chose de nouveau s'est mis en place au niveau de l'État, une démarche. لقد وفرت الدولة الفرنسية في الواقع خدمة جديدة وهي خطوة لاستثمار مباني الدولة عن طريق وضعها في متناول القطاع الخاص. يمكن القول إن المبدأ هو فتح المباني الرسمية أمام التصوير السينمائي على غرار وزارة الخارجية التي فتحت سفارتها وهي حاضرة في سوق السينما، وأيضا وزارة العدل التي فتحت محاكمها، ووزارة الداخلية التي فتحت أبواب مبانيها. وقد طورنا سياساتنا في وزارة الدفاع إلى حد كبير خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعني أن السينمائيين سيحصلون على مساعدة وزارة الدفاع من أجل توفير ما يحتاجونه لتنفيذ مشروعاتهم. ومن الواضح أن أول ما يبحثون عنه هو المواقع والديكورات لتصوير أفلامهم. تعد وزارة الدفاع أكبر مالكة للأراضي الفرنسية، لديها مئات المواقع المنتشرة في أنحاء العالم. يبحث صانع أعمال التلفزيون والسينما عن معدات عسكرية جوية وبرية كطائرات رافال وميراج 2000 ودبابات لوكلير وطوافات من طراز بوما. وفرنا نوعا آخر من الدعم يتعلق بتقديم النصيحة عند كتابة السيناريو. يرغب بعض المنتجين في تنفيذ أفلامهم بطريقة تتصف بالمصداقية. نحن نضع في متناولهم خبراتنا في هذا المجال حتى يتمكنوا من عكس صورة واقعية، مستعينين بخبرات أشخاص عسكريين في مواضيع كأفغانستان مثلا أو ساحل العاج أو تشاد، أو حتى خبراء لا يزالون يخدمون في الخارج ويمكنهم إضفاء مصداقية أكثر على السيناريو. على سبيل المثال فيلم الفخ الأفغاني، وهو فيلم أنتجته شبكة أختي التلفزيونية، تناول الدور الفرنسي في حرب أفغانستان. وضعنا في متناولهم مستشارا عسكريا لإعطاء النصائح للمنتج والممثلين فيما يتعلق بكيفية التصرف والكلام وكيفية حمل السلاح وكيفية التصرف أثناء القتال. Le Centre des monuments nationaux est un établissement public qui dépend du ministère de la Culture. مركز المباني التراثية هو مؤسسة عامة تابعة لوزارة الثقافة، وقد فتحت أبواب أكثر من 100 مبنى في أنحاء فرنسا للجمهور كافة، ويتولى المركز مسؤولية ترميم هذه المباني. لدى المؤسسة مباني مشهورة كقوس النصر في باريس، بالإضافة إلى قلاع وكاتدرائيات وقصور من القرن الحادي عشر إلى القرن الثامن عشر، وأيضا فيلات من القرن العشرين. لدينا إذن تنوع كبير يمثل التراث الهندسي الفرنسي. Un patrimoine national aussi riche que celui-là, donc nous permet d'avoir un rayonnement à l'international. وجودنا في كان مهم جدا، لأن إبراز هذه المباني وتشجيع المنتجين على تصوير أفلامهم في فرنسا يعطي البلد شهرة عالمية ومصدرا لتمويل مشاريع ترميم وصيانة المباني الأثرية. أشهر الأفلام التي صورت في هذه المباني من قبل الشركات الأجنبية هو فيلم ماري أنتوانيت من إخراج صوفيا كوبولا، وفيلم دانجروس ليزيون من إخراج ستيفن فرير، والفيلم الشهير دافينشي كود. إذن استخدم مركز المباني التراثية لتصوير الأفلام ولعب دورا أساسيا في هذه الأفلام. وبالإضافة إلى الأفلام السينمائية، يتم تصوير أفلام وثائقية وإعلانات للقنوات التلفزيونية مثل بي بي سي ون، والتي تمثل أهمية بالغة بالنسبة لنا. وتصور قناة بي بي سي ون للموسم الخامس على التوالي مسلسل ميرلين في قصر رائع من قصور القرون الوسطى، وهو بيير فون، والذي أصبح معروفا جدا في فرنسا، وهو يجذب عددا هاما من السياح البريطانيين الذين يأتون لحضور التصوير، وهو ما يضمن زيادة عدد الزائرين على وجه العموم.
نسعى دائما إلى أن يراعي التصوير احترام سلامة المباني، فللمباني التراثية خصوصيتها، علما أن فرنسا بلد حر يتمتع بحرية الرأي وبحرية الصحافة بشكل واسع، ولهذا لا نضع رقابة على السيناريوهات، لكننا نحرص على سلامة المباني. المبنى هو بمثابة شخصية من شخصيات الفيلم، ويبقى التصوير في المبنى الحقيقي هو الأهم، على الرغم من وجود إمكانيات تقنية تسمح بصناعة صور إلكترونية للمباني. هكذا نصل إلى ختام حلقة أفاق لهذا الأسبوع. يمكنكم مراسلتنا على afaq@bbc.co.uk أو زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك facebook.com/afaq.bbc. ولمعرفة تفاصيل التصوير والإعداد تابعونا على تويتر @bbc_afaq. انتظرونا الأسبوع القادم مع مزيد من المواضيع الثقافية والفنية. إلى اللقاء.